الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. شكرا جزيلا معالي المفوض، شكرا لتكرمكم بدعوتنا جميعا لحضور هذا اللقاء. ونختار هون نقول أن نحن في بلدنا هذا عندنا ميراث كبير، ويا الله ننطلقوا من الاعتراف به. ميراث كبير من الاختلالات في العلاقات الاجتماعية، ميراث كبير من الغبن، ميراث كبير من التهميش. هذه حقائق، ومدى ما كاشفت أنفسها بذي الحقائق ما هي لا يقدر تعالجها. أول خطوة في علاج مرض هي تشخيصه، وتشخيصه يعني الاعتراف به، وبدون هذا الاعتراف ما نقدر نعالج هذه الأمراض الاجتماعية اللي نعانوا منها واللي شمنها. ما هو مسؤوليتنا؟ مسؤولية من سبقونا، غير مسؤوليتنا إنما يلا نخلوها تركة الأجيال الأخرى، وإنما يلا نخلوها نحن ولو لحظة قادين نكسبوها لعلاج هذه الأمراض الاجتماعية، يلا نغتنموها. ظاهر لي عن موريتاني في تاريخها المعاصر من الاستقلال إلى قبلت مجموعة من التدابير إياك تعالج هذه الأمراض الاجتماعية اللي كانت موجودة عندنا وما زالت بقايا منها، ويلا نعترف بها. هذه التدابير منها أننا نمتلكوا ترسانة قانونية، ظاهر لأنها من أهم شيء موجود لمكافحة الاسترقاق ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. مشكلتنا ما هي القوانين، قوانين موجودة، المقررات الإدارية من فجر الاستقلال حركة لمعالجة طاهرة الاسترقاق، تلبتها سلسلة من القوانين وتوقيع اتفاقيات دولية، وترسانتنا القانونية يلا تعود متقدمة قياسا لكثير من الدول. أيضا إلى جانب هذه الترسانة القانونية وفي قمتها هناك ترتيبات على مستوى الدستور، لكن اللي يريد في الدستور، وهناك أيضا أدوات منها أداة أنشأها الدستور هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك تدابير وتراتيب تنظيمية حكومية منها هذه الوزارة اللي تسمى المفوضية، مفوضية حقوق الإنسان، ومنها الآلية الوطنية للتعذيب. هذه أدوات للوقاية من التعذيب، عفواً هذا هو المقصود، الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب. هذه أدوات أنشأتها الحكومة جاك تأكد اهتمامها بتنزيل لك القوانين على أرض الواقع. فم مجموعة من التراتيب الإدارية، وفم المجتمع المدني اللي واكب. إذا نحن عندنا عدة ما بها شيء لمكافحة هذا الإرث الاجتماعي الثقيل اللي يلا نعترف به. إيش ناقصنا؟ ناقصنا مزيد من العمل، وناقصنا مزيد من الشفافية. وإذا عدنا اليوم حققنا خطوة فيها إنجاز يلا نهنئ عليه الدولة، نهنئ عليه مؤسساتها المختصة، اللجنة الوطنية ومفوضية حقوق الإنسان والآلية الوطنية لمقاومة التعذيب، هذا لا يعود جزء كبير منه بفضل الشفافية. نعدنا واضحين، ما ننكر الأمور ولا ندفن رؤوسنا في رمالنا الناعمة، كيف عدل النعام كيف ينقال، نطرح الأمور كما هي. هاي الترسانة اللي عدلنا يا الله ما ننساونا فيها شق قضائي، محاكم خاصة قضايا الاسترقاق حيثما وجدت وإن وجدت. نختار نقول عن الشفافية من أفضل الأسلحة اللي بيدينا، إياك نعالج ونغير الصورة اللي ارتسمت عن موريتانيا. سهل علينا نقول إن فم مؤامرة ضد البلد، وسمحوا لي نقول إن بلدنا هش وإنه مستهدف،
عنده ثروات كثيرة وعنده نسيج اجتماعي في قدر من الهشاشة، ولا يستغرب أن تعود فم جهات تختار تزير فيه مشاكل وقلاقل، وأن يمشي معاها بعض أبناء موريتاني ربما بقصد وربما بغير قصد وأحيانا بحسن نية. وهذا يلا نعود حذرين ويقظين تجاهه، ولا نعالجوه مرة أخرى إلا بالشفافية. لا نذكركم شوي مسألة من التاريخ، تعرضوا المتدخلين قبل الشيء من ذاك، والتاريخ اللي نعود التاريخ قد لا يكلم عنه. موريتاني قط في مرحلة ماضية في مراحل مختلفة إسعات لأنها تفتح الباب لمواطنينها اللي خرجوا منها أحيانا في ظروف غير إنسانية، بعضهم هجر وفتحت لهم الباب للعودة بطرق مختلفة، وأنا شاهد عيان على جزء من هذه المرحلة اللي نذكره. مرحلة من المراحل خالق ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قال له ديدي لاي، قابل رئيس الجمهورية الأسبق سيدي محمد الشيخ عبد الله رحمة الله عليه 4 أيام قبل خروجه من السلطة، وكنت حاضر ذاك اللقاء، وكان حاضر له المستشار المتألق عبد الله إمام أدوبة. انطرحت في ذلك اللقاء قضية مسار إعادة اللاجئين، وأتذكر أنه ديدي لاي قال في ذاك اللقاء أن أحسن عملية قد خاضت المفوضية وأكثرها سلاسة في إعادة اللاجئين كانت العملية اللي تعلق بموريتانيا. هذه كانت شهادته، وكانت الأرقام اللي عنده والأرقام اللي عندنا متطابقة. وأتذكر أنه قال الرئيس السابق، قال له نحن ما زلنا متوقعين تدخل 4000 تقريبا، فما 2000 احتمال انها ما تدخل البلد. يا غير فتنة تحدثنا مع الرئيس السنة قال انه لا يعطيها الجنسية. قال له سيدي الشيخ عبد الله لا، هؤلاء عادوا مواطنين يرجعوا لبلدهم ويقبضوا حقوقهم يستردوا حقوقهم، وراهم إلى أبغاوا يسافروا للخارج يعودوا كيف تولاد موريتاني كام اللي يمشوا مغتربين يشتغلوا في الخارج. غير قالوا لا بدهم يرجعوا لبلدهم لين يستعادوا حقوقهم.